البليون اللي كيهضروا على الفيضانات كيهضروا على الزلازل وكيهضروا على الاخطار النفسيه. علاش باش يتناسب لينا مع هاد الموزون هادو اللي عندنا هنا. في البداية نشكركم على تفضلكم إعطاء الانطلاق للأبواب المفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية الذي ينظم هذه السنة تحت شعار يدا بيد مع الوقاية المدنية ضد الكوارث. والآن إليكم كلمة القائد الإقليمي للوقاية المدنية بتطوان. السيد الكاتب العام لعمالة تطوان، السادة المنتخبون والبرلمانيون، السادة رؤساء المصالح الأمنية، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، باسمي ونيابة عن أفراد الوقاية المدنية بمدينة تطوان نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الكاتب العام المحترم والوفد المرافق له على تفضله إعطاء الانطلاق للأبواب المفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية الذي ينظم هذه السنة تحت شعار يدا بيد مع الوقاية المدنية ضد الكوارث. المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة جنيف، والهدف المرجو من هذا الوصول إلى منهج متكامل لا طبيعي واصطناعية وعدم استثنائها لأي بقعة الجنة.